بكرهك هاي البنت بدها علاج اعوذ بالله من الاستفزاز انا شو عملت عشان يطلع لي الفيديو تبعك يا الهي ما اتقل دمك مرحبا انا صب الشمعة صانعة محتوى على منصة يوتيوب عمري 22 سنة خريجة تخصص الادارة السياحية من الجامعة الاردنية أغنية مستوحاة من صانعة محتوى على منصة يوتيوب أجنبية هي مغنية وعازفة فكانت فكرتها جدا جميلة جمعت كل التعليقات السلبية وعملت منها أغنية لطيفة وفيها كتير طاقة وحيوية فحبيت أني أستوحي الفكرة وعملت الأغنية والحمد لله لقت صدى كتير واسع وغير أنه أنا قدرت أوصل الرسالة اللي بدي إياها من هاي الأغنية معي عشان أعمل أغنية زي هاي هو أني واجهت بعد التعليقات السلبية من بداية شهرتي لحد الآن فقررت أنه أجمع هاي الكلمات وأعمل منها إشي هادف أوصل رسالة من خلال أني أقوم بفيديو لطيف ببين أهمية الكلام الحلو وأدي الكلام السلبي بيأثر على أي شخص ممكن يكون موجود بالسوشيال ميديا أو حتى بالحياة الطبيعية هذا محتوى بلشكم فيه شكلك نصحاني كتير السبب اللي خلاني ما اختار ولا اي كومنت متعلق فيه انا شخصيا لانه في البداية انا بدأ اوصل رسالة عن قدي التعليقات السلبية او التنمر الالكتروني جدا سيء ممكن يأثر في نفسية انسان ثاني شغلة انه انا بدي اخلي اي حد يسمعها يقدر انه يطلع على الاغنية كأنها رسالة لإله رسالة موجهة لإله إذا هو شعر بتنمر بيوم من الأيام أو تعرض لأي كومنت من الكومنتات اللي أنا كنت حطيتها في الفيديو فهو بيقدر يشوف الطاقة الإيجابية الموجودة بالفيديو ويستغلها يعني ويستغل هذا الكلام بطريقة إنه ما تخليه يأثر على نفسيته بالعكس بعض الأشخاص بيشوفوا إنه الجهاز الهاتف هو وسيلة لأنه يتخبوا وراها ويكتبوا أي تعليق سلبي هاي كانت رسالتي شكرا لكم كتير شارك مش لابق عليك تكسبي من وراها